أرجو أن تقولي كيف كانت مشاكلك مع البصر. لقد حدث لك شيء ما عندما بلغت 21 من عمرك. نعم، بدأت أضيع البصر في العين اليمنى وتدريجيا ضعف البصر في العين اليسرى. كانت لدي تشخيصات المرض المختلفة من قبل الأطباء التي دلت إلى أنه يتعلق الأمر بالعيب الخلقي، ولكن رفضت ذلك ما قالوا لي لأنني ذهبت إلى الفحص الانتظامي وإلى الفحص من أجل رخصة القيادة. وإلى ذلك حين كانت لي رؤية سليمة تماما، ولكنهم كانوا مصرين بأنه خطأ الطبيب الذي أعطى لي الشهادة الصحية ولم يكن لديهم استعداد للاستماع. وبعد ذلك كنت أذهب من طبيب إلى طبيب آخر. وماذا قالوا لك هؤلاء الأطباء؟ هل كان لديهم نفس الرأي؟ كانوا يقولون البعض منهم أنا هذا عيب خلقي وتنكس البقع وأنني ورثت ذلك من أحد، ولكن لم يكن هناك تطابق في التشخيصات. وهل قالوا بأنه يوجد المساعدة لذلك أو لا؟ حتى كان هناك تشخيص أدل بأنني ستعمى. فكيف أثر ذلك عليك لكونك شخص شاب عمره 21 سنة؟ لقد كنت متزوجا في ذلك الحين، أليس كذلك؟ وأسست العائلة. نعم نعم، وأتى إليك مثل هذا التشخيص. أدى هذا التشخيص إلى إغلاق نفسي. انعزلت عن العالم، أغلقت نفسي، ما استطعت أن أقيم الاتصال بأحد. ثم زرت جميع الأطباء في كرواتيا وبوسنا، وكان فحصي الأخير في توزلا، وقالت لي طبيبة بأنني سأتعمى. وأنا أتوجه اليوم إليها قائلا بأنني أرى الحمد لله. وبعد ذلك جئت إلى بلغراد إلى مستشفى سفيتي فيد، حيث شجعني أثناء الفحص الأول الطبيب ديان ستيفانوفيتش للمشي قدما. لقد جئت مع المئات من النتائج الطبية، وإنه استغرب بكيفية تلك التشخيصات. إن قدرة البصر للعين اليمنى التي كنت أملكها عندما جئت إلى مستشفى سفيتي فيد ما رأيت 90% بها، أما العين اليسرى 50%. يمثل صدمة بالنسبة للشخص البالغ 21 من عمره والذي رأى جيدا حتى ذلك الحين أن يبدأ ديوبتري أن يتساعد وأن يزداد بصرك سوءا. نعم نعم، كان ينخفض البصر تدريجيا وضعف ضعفا شديدا خلال سنتين أو 3 سنوات الماضية. وكيف تصرفت في مثل هذه الظروف؟ هل كنت تحتاج في بعض الحالات إلى المساعدة؟ أعتقد بأنك ما استطعت أن تسوق. عندما وصلت إلى هذا الحد أنني لا أستطيع أن أسوق، استسلمت أمام القدر بأنني لا أرى، لأنني حتى هذه اللحظة ما استطعت أن أتحمل حقيقة عدم الرؤية. كنت أنفي هذه الحقيقة. وعندما تمت تلك الكشوف الطبية الأولى، قال لي الطبيب ديان بأن هناك نجأة. لقد تمت العملية الأولى في شهر مايو للسنة الماضية، وبعد أن مر شهر عليها تمت العملية للعين اليسرى في يونيو. كم وقت استمرت تلك العمليات؟ حوالي ساعة. في البداية ما استطعت أن أرى جيدا. خلال 10 أيام الأولى كان بصري معقرا قليلا بسبب العملية. وبعد كل هذا هل رأيت كل الأمور بصورة جلية وجميلة؟ بعد ذلك نعم نعم، حتى رأيت أحسن مما كانوا يتوقعون، ومنحت بالعدسات نصف الصلبة التي أعيدت الرؤية بها 100%. ممتاز، يعني ذلك أنك ترى جيدا كل الأمور هنا في الاستوديو. نعم، هناك الكثير من الأوجه الجميلة. كيف تصرفت؟ كان صعبا عليك حقا. لقد قلت أنك قبلت تشخيص وأغلقت نفسك. كيف تصرفت؟ فعائلتك وزوجتك أصابها ذلك إصابة شديدة. لقد كانوا معي وكانوا يدفعونني إلى الأمام وكانوا سندا لي. علي أن أشير إشارة خاصة إلى أختي التي كانت معي منذ الأيام الأولى. لقد انتظرت مثل هذه الإشارة. هيا بنا لنرحب بأختك، اسمها مديحة فيزيتش. شكرا.
لقد كنت أكبر داعم له. إنني بادرت الذهاب لبلغراد لأنه كان ميرالم عندي من قبل. كنا نحتفل بعيد ميلاد ابنتي الأكبر وفي لحظة واحدة غاب. لقد خرج إلى غرفة الأطفال لأنه كان يشعر بالصداع الشديد. قبل ذهابه إلى سراتيفيد كان يشعر كثيراً ما بالصداع. لم يستطيع أن يشاهد التلفزيون وحتى ما استمع عن يسوق. وإذا شاهد التلفزيون فكان يحني عينيه كثيراً ما لأنه كان اسم المرض الذي أصابه التمخرط أي تحدب القرنية في شكل القبة بحيث انحنت صوره وما استطاع أن يرى جيداً. ولذا بعد هذا اللقاء عندما لاحظت كم هو لا يرى وأن ذلك يسبب له المشاكل إنه لم يعترف لنا أبدا بأنه لا يرى ودائما كان يجد مبررات وما كان يقبل الحقيقة بأنه لا يرى. بعد عيد الميلاد هذا وجدت رقم هاتفي ورغم أنه اقترح البعض للذهاب إلى زغرب اتصلت بسفيتي فيد وذهبنا هناك وتم الفحص الأول. أتينا بثلاثة الكشوف الطبية بما فيها ثلاثة الآراء المختلفة. تلك الكشوف الفحوص كانت في أعوام 2009 وجئنا إلى هناك في 2010 ولم يكن يستطيع الطبيب أن يصدق بأنه حسب الكشف الواحد كانت رؤيته ممتازة 100% وأنه ضاع رؤية فجأة بسرعة راكدة وقال أن لديه تمخرط لكن لم يكن واضح له كشف واحد دال إلى رؤية الأكثر ضعفا والذي يتعلق الأمر فيه بالتناقص البقعي الصبياني. وحسب ما قال هذا مرض خلقي وأضاف بأنه يحتاج ذلك إلى الفحص وأنهم يعملون التصويرين وأشار التصوير الأول إلى عدم وجوده ولكن قال لنا أن ينتظر الكشف الآخر واتجهنا إلى بلغراد واتصل بنا طبيب هاتفين وقال بأنه لا داعي لأن نأتي لأن لديهم صور وأنه يجب أن يتم تصوير برنين المغناطيسي والفحص لدى طبيب أعصاب العين. وحجزت من الجديد تصوير برنين المغناطيسي عندما قال لنا الطبيب ما هو مطلوب. كانت تمثل هذه الحقيقة ضربة لأنني كنت أعرف أنه يشك الطبيب في تصلب الأنسجة العضوية والورم. وقمنا بذلك أيضا وكان هذا الكشف جيدا. وعندما جمعنا جميع تلك الكشوف الطبية ذهبنا إلى بلغراد في نفس اليوم ونظر الطبيب دائما إليها. وعندما أخذ جميع تلك الكشوف التي تمت في سفاتيفيد وكشف تصوير برنين المغناطيسي ورأي طبيب أعصاب العين كان يحمل جميع تلك الأوراق قائلا الحمد لله كل هذا جيد ويعني ذلك أن لديه تمخرط يسبب له هذه المشكلة التي لابد من حلها. عندما تم التوصل إلى هذا التشخيص النهائي اتفقنا على العملية وعلى أن تتم أولا عملية العين اليمنى لأنه يرى به ضعيف جدا وبعد شهر تم العملية للعين اليسرى. أعتقد بأنك شعرت شعورا خاليا من العبء الكبير عندما قال لكم طبيب بأنه يوجد الأمل نظرا إلى نوعية التشخيصات من قبل. نعم عندما جئت معه إلى هذا الفحص الأول وعندما أدرج طبيب الجهاز ما استطاع ميرالم أن يتعرف على الحروف. يعني كان هناك حرف A فإنه ما استطاع أن يقرأ والآن بعد تلك العمليات يستطيع أن يقرأ والحروف الصغيرة. رائع، هذا هو خوب الأخت أليس كذلك يا ميرالم؟ نعم دائما مع أخيه أهنئ وشكرا جزيلا لكم. يا مارينا لقد أردت أن أسألك كانت تذكر أخت ميرالم التشخيصات العديدة من بينها التصوير برنين المغناطيسي. لماذا كان من الضروري ذلك قبل العملية؟ ترون عندما هناك تشخيص الذي يلزمك بخصوص قطعة العين الورائية رغم أنه تم اكتشاف المشكلة في قطعة العين الأمامية نحاول أن نوضح انخفاض الرؤية. يلزمنا التشخيص الدال إلى حدوث بعض التغييرات
في قطعة العين الورائية وفي العصب البصري أو في الماكولة. في هذه الحالة قد يمكن أن يتعلق الأمر بالمشاكل الجلدية، وإذا ليس لكم تشخيص يلغي ذلك إلغاء ملموسا، فهذا يلزمك وسيعود الذنب إليك إذا خطأت، ولذا كنا مضطرين أن نطلب التعاون مع طبيب أعصاب العين أو طبيب الأمراض العصبية الذي سيقوم بتصوير برنين المغناطيسي وسيلغي حدوث العمليات المتصاعدة التي قد يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في قطعة العين الورائية والتي تدخل في مجال المشاكل المختلفة تماما. من حسن الحظ لم يتعلق الأمر بأي شيء مشار إليه، والشاب في صحة جيدة تماما. ارتبطت المشاكل كلها بالقرنية التي وجدنا حلا كاملا لها.